رجعت لكم ببارت جديد. هيبدأ فيه غايل يشك في معلومات أرسل بالذات انه دور وراها. يلا بينا نشوف. جه السحرة للسفينة، حياتهم ساحرة، وقالت لهم مرحبا انا ميديا رئيسة القسم الثاني من برج السحرة. ابتسمت لها أرسل وقالت لهم مرحبا. واقف غايل جنبها وبصص لهم بحدة وكملت أرسل وهي مبتسمة، انا أرسل ريال، وبالطبع الشخص اللي جنبي هو غايل فون جينيت. فكرت أرسل هو غايل ماله كأنه هيقتل شخص كده ليه، وراحت كملت أرسل وقربت من غايل وقالت لهم إنه زوجي. بص لها غايل وتفاجئ وابتسم. لما شافوا السحر وهو بيبتسم اتصدموا كلهم من شكل غايل وفكروا كلهم إيه ده. في الوقت ده كان البحارة بيقولوا إن السفينة هتغادر قريب. لما شاف السحر الجو بين غايل وأرسل خافوا من غايل وتغيروا ومشوا وقالوا لبعض خلينا نمشي من قدامهم. جت سياتل أرسل وقالت لها سيدة أرسل عندنا حجرة منفصلة عشان تستريحي فيها، علشان كده ياريت لو تعبانة تبلغينا. قالت لها أرسل تمام مشي، وبصت لها لقيت جنب سياتة روزيتا خادمة قصر جينيت. بصت لهم واندهشت وفكرت هو مش روزيتا وسياتة شبه بعض قوي، وسكتت شوية وفكرت دول توأم. لاحظ سياتة وروزيتا انها بصلهم وراحوا انحنولها وقالت سياتة واحدة منها هتغادر السفينة. استغربت أرسل وقالت لهم ليه. ردت سياتة هنا التوأم بيشيروا الحظ السيء. فكرت أرسل ايه ده، هو في حاجة شبه دي هنا؟ كويس اني ما قلتش اني متجسدة في جسم حد تاني. قالت لهم ارسل انا مش مهتمية بده، وبعد كده انحنت لهم روزيتا وجريت. قالت لهم ارسل هي اتضايقت؟ ردت سياتا كان السيد اللي بتشتغل عنده روزيتا في الاول بيكره التوأم علشان كده اتفاجئت بكلامك، بس هي هترجع تاني دلوقتي. قالت لها ارسل انا مش مؤمن قوي بموضوع التوأم ده، مش مؤمنة بالخرافات اللي بتقول انه امر مشؤوم. اندهش غايل من كلامها وراح ابتسم. بصت له سياتة وفكرت في حد كان قال كده قبل كده، وافتكرت والدة غايل. لما لقيت أرسل إنهم مش مصدقينها قالت لهم هتصدقوني لو قلتلكم اقطعوا راس 20 من اللي بيؤمنوا بالخرافات دي ورموها في البحر، ساعتها هتصدقوني ما يفرقش معايا الخرافات دي. صدم غايل وسياتة من اللي قالته، وافتكر غايل إنه قال لها نفس الكلام ده قبل كده لما كانوا جايين الجزيرة أول مرة، وقال لها على السفينة إن اللي بيتكلموا بالهراء بنرميهم في البحر، وإن والدته قطعت 20 راس من المؤمنين بالخرافات المتعلقة إن السيدات شؤم على السفن. ضحكت سياتة وقالت لها مفيش داعي لده، إزاي أجرؤ إني أشك في كلمات المضيفة. ردت أرسل خلاص يبقى على الأقل اتكلمي إنتي وروزيتا مع بعض خلال المأدبة. اندهشت سياتة قالت لها أرسل أنتم أكيد انفصلتم عن بعض لفترة طويلة. فكرت أرسل واحدة منهم كانت في قصر جينيت والتانية خادمة في الجزيرة، أكيد كانت فرص اللقاء بينهم قليلة، ممكن بسبب الخرافات دي انفصلوا عن بعض. وراحت بصت لغايل وفكرت ما أعتقدش إن غايل هيعمل كده، بعد المأدبة هكتشف مين اللي فرق بينهم، الأفضل إن أجيب روزيتا للجزيرة. بصت الساحرة على أرسل وغايل وهما بيحيوا ضيوف، وقعدت تفكر هو إيه اللي بيحصل هنا، أنا شاركت في ده بس بدافع الفضول، باقي الصحراء اكيد افتكروا ده نوع من المزاح السخيف. لما تلقوا الدعوه ده حتى رؤساء القسم الاول والثالث في برج السحر كان عندهم نفس الفكره، وقالوا لها ساعتها انت شايفه ان ده منطقي، انت مش عارفه اللي حصل من 50 سنه في عائله جينيت. قبل الحرب كان دوج جينيت السابق عنده تاريخ في دفن الصحراء، واشتهر كمان دوج جينيت الحالي برفضه للصحراء، هم حقيقي عملوا حفله بغرض الصداقه بس، انت مصدقه كده؟ لاحظ غايه نظره الساحره وراح بص لها بنظره حتى وبتهديد. خافت الساحره وفكرت هو في ايه، انت نظرتك مختلفة تماما عن لما جينا، تصرفك مختلف تماما. في الوقت ده ارسل جت مع غايل للساحرة، سألتها ارسل انت مستمتعة بوقتك؟ قالت لها الساحرة وهي خايفة من غايل اكيد طبعا مش شائع اساسا عمل حفلة في البحر زي دي. فرحت ارسل وقالت لها مريح، وراحت خرجت زجاجة من اليا ورشتها على الاكل. اندهشت الساحرة لما حست بالسحر اللي فيها، ضحكت ارسل وقالت لها دي اليا عايزة زجاجة منها، وراحت اديتها زجاجة. مسكتها الساحرة وفكرت دي كمية صغيرة بس اقدر اني احس بالسحر القوي النقي منها، دي عاملة زي اكسير المانا في العصور القديمة. مسكت الساحرة الزجاجة جامد وحضنتها وسألت ارسل ايه دي؟ ردت ارسل دي اليا مستوردة من القارة الغربية، دي مشهورة في تقية جينيت. اندهشت الساحرة وسألتها الحاجات دي مشهورة في القارة الغربية؟ قالت لها ارسل هو مش سهل ان احنا نجيبها، بس بنستوردها بانتظام من البحار الشرقية. قالت لها الساحرة بحماس طب ممكن تبعتيها لنا بشكل دورة برج السحر؟ عملت أرسل نفسها بتفكر وقالت لها مش صعب إن احنا نعقد صفقة، بس ده عنصر محجوز بالفعل. بص غايل لأرسل وكان مبسوط
وبعد كده راح معاها عشان يجيبوا الصندوق اللي فيه زجاجات آليا. شال غايل الصندوق وراحت ابتسمت له أرسل وقالت له شكرا غايل. اتبسط غايل وابتسم لها، وهما الاتنين بيتكلموا مع بعض. الصحراء كانوا كلهم واقفين مذهولين من اللي شايفينه، وقالوا ايه ده اللي شايفينه ده؟ قال ساحر، هو ايه المشكلة في تعبير الدوج جينيت ده؟ غريب جدا. قال الساحرة تانية، هي شائعات صح حقيقي، بس رد فعل الآنسة أرسل غريب شوية. سمعتهم أرسل وسكتت وراحت فتحت الصندوق اللي فيه آليا وقالت لهم، أنا جبت ده علشان أشاركه معاكم. اندهش السحرة من الكمية. كملت أرسل، لو عجبكم هتصل بيكم. قالت لها الساحرة رئيسة القسم التاني في البرج، أيوة اتصل بينا. قالت لها أرسل، تمام هتصل كمان برؤساء القسم الأول والتالت. قالت الساحرة بسرعة، لأ أبدا. وفكرت، رؤساء القسم الأول والتالت دول بيعملوا الأبحاث بشكل منغلق، مستحيل يحتاجوا الشيء الثمين ده اللي يقدر يستعيد المانا في حالة الطوارئ. ده العنصر الأكثر أهمية للقسم التاني المسؤول عن السحر العملي، مستحيل أسيبه القسم الأول والتالت. وراحت قالت لأرسل، أنا هشتري كل حاجة للقسم التاني. وديتها أداة اتصال وقالت لها، دي أداة عشان تتواصلي معايا مباشرة أنا بس. قالت لها أرسل، واضح إنك حبيتي آليا قوي. قالت لها الساحرة، أرجوك اتصلي بيا بالأداة دي بعد كده. ردت عليها أرسل، ما تخافيش أنا هتصل بيكي، أوعدك باسم أرسل ريال. خلصت المأدبة وطردوا السحرة حرفيا من على السفينة مجرد ما خدوا منهم اللي هم عايزينه، وخلوا البحارة يخرجوا، وخلوا البحارة يخرجوا السحرة. قعد السحر يقول لهم استنوا بس، بس البحارة خرجوهم من على متن السفينة. وقالت لهم أرسل وهي مبتسمة، ارجعوا للبيت بأمان. وبعد ما السحرة مشوا بصت أرسل لغايل وقالت له، غايل شكرا انك وفيت بوعدك. بصلها غايل وابتسم لها وقال لها، ارسل. وبعد كده قلب وشه وقال لها بتهديد، انتي كنتي عارفة من الاول ان السحرة عايزين آليا صح؟ صدمت ارسل من تغييره وفكرت، يا الهي. قرب غايل منها وحط ايده على كتفها وقال لها، مأدبة دعوة السحرة ويكونوا هم الشخصيات الرئيسية للحفلة. وموضوع آليا اللي ملاحظه انه واضح انك كنت عارفة كل حاجة من البداية ومخططة لها. اتوترت ارسل وقالت، ايه؟ وفكرت، هو انا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ وبعد كده قالت له، لا انا عرفت ده من مايكل، ما كنتش عارف انهم هيحبوه قوي كده. سكت غير وبعد كده راح ابتسم لها كأنه اقتنع وفكر، كذب، كل ده مجرد كذب. ولا هو مبتسم، فهمت. وافتكر التقرير اللي جابته له سياتا، وقعدت سياتا تعتذر له لأنها دورت كتير إزاي عرفت أرسل أسرار الجزيرة، بس وصلت لحدها ومعرفتش تجيب أو تعرف أي حاجة. قال غايل لسياتا ساعتها، حتى قسم استخبارات جينيت اللي اشتهر بكونه مختص ما قدرش يكشف أي حاجة. بس غايل لأرسل وفكر، هو في طريقة لإرسال واستقبال المعلومات من غير ما أعرف؟ أنا متأكد إني اتخلصت من كل الخونة على الجزيرة. وراح افتكر لما كانت بتتكلم مع الصحراء بثقة وفكر، لو بصيت للي حصل النهاردة، دي ما كانتش عارفة عن الجزيرة بس، دي كانت عارفة عن نكهة آليا من الأول، وبعتت رسالة لمايكل قدامي علشان تتجنب الشك. كذب سري ومتعمد، واللي عنده معلومات مش معروفة هو شخص خطير تماما زيها. وراح شال إيده من على كتفها وقربها من رقبتها وفكر، كفاية بس إني ألف الرقبة دي وأخلص من الخطورة والتهديد ده. لما أرسل لقيته ساكت اتوترت وندهت له، غايل. وقف غايل عن اللي كان هيعمله وعض شفته وقال لها، خلينا نرجع دلوقتي، نسيم البحر بارد. رجعوا القصر ودخلت أرسل أوضتها وقفلت الباب وفضلت واقفة وكانت خايفة، وافتكرت الكلام مع غايل وافتكرت نظرته ليها وقالت، افتكرت اني هواجه مشكلة كبيرة، هو كان واضح جدا اللي عملته في مأدبة الصحراء، بس هعمل ايه؟ دي كانت الطريقة الأكثر فاعلية. وراحت ضربت وشها علشان تخرج توترها وقالت، خلينا ما نكونش قلقانين، خلينا نركز على الإيرادات من نكهة آليا وركز على ايه اللي هيحصل بعد كده. وبصت على التاريخ لقت انهم في سنة 993. قالت، كانت المرة الأولى اللي قابلت فيها غايل كانت ديسمبر 991. وراحت ابتسمت وقالت، مش فاضل كتير، غايل هيتلقى المساعدة مني عاجلا أم آجلا، أنا اللي ليا اليد العليا في الصفقة دي. بعد أيام في مكتب غايل بلغت سياتة غايل إن أرسل طلبت إنها تقابله. فكر غايل وأخيرا قالت له سياتة، عايز نسألها عايزك في إيه؟ قال لها، لأ شكرا لإني عارف هي عايزاني في إيه. استغربت سياتة وقالت لأرسل إنها تدخل، وأرسل داخلة. فكر غايل بعد أيام من الشغل، أعتقد إنها جاهزة أخيرا،
أنا متأكد إنها بتخطط تبيع آليا لبرج الصحراء. وقفت أرسل قدامه في إيدها ورق وقالت له أنا عايزة أقدم عرض لجينيت. لا هكون سعيد بسماع ده، خلينا نقعد ونتكلم. قعدوا الاتنين يشربوا الشاي. قالت له أرسل تاريخيا كانت علاقة جينيت بالصحراء سيئة. الله قام معرفش لو الكراهية دي بتجري في عروقنا، بس هو انت ليه بتتكلمي عن التاريخ ده دلوقتي؟ وبصلها وقال لنفسه هي عايزة يكون ده تدفق المحادثة؟ أعدل المحادثة بالطريقة اللي أنا عايزها ولا أسيبها تكمل؟ قالت له أرسل يبقى أعتقد إنه هيكون من غير المعقول إن تبدأ جينيت صفقة نكهة آليا مع برج الصحراء. قال لها أكيد، معرفش لو شفتهم مرة تانية وما قدرتش أوقف إيدي هيكون علينا نشن حرب على الأقل. استغربت أرسل وقالت له يبقى أنا اللي أعقد الصفقة معاهم، أنا الوحيدة اللي تقدر تتعامل مع السحر في جينيت. عايزة أقدم اقتراح، بفكر إن أخلي الصحراء يتنافسوا على السعر، لو زاد دخل تجارة جينيت بشكل كبير من خلال آليا هيزداد حجم الأعمال اللي ممكن تتعمل على المدى الطويل. أكيد مش هيكون في أي إزعاج لأن أرباح أعمال القرصنة أعلى بكتير من الأرباح اللي تبلغ عنها للعيلة الإمبراطورية. بعبارة تانية الفرق بين أرباح القرصنة والأرباح من شغل جينيت اللي تبلغ عنه كبير، فده هيعمل قيود في استخدام الفلوس اللي جاية من القرصنة، بس لما نزود الأرباح المعلن عنها بسبب آليا ده هيقلل القيود على استخدام أرباح القرصنة. بصلها غير وفكر، عيونها واثقة وهي بتتكلم، حتى لو عايز أقدم حجة مضادة مش هعرف. قال لها غايل مع ذلك من وجهة نظري مفيش سبب علشان ازود ارباح التجارة من خلال عقد صفقات مع الكائنات المتطفلة دي. ردت ارسل انا اللي هكون مسؤولة عن الكلام مع الصحراء والمناقشات معاهم، علشان كده مش لازم تهتم بده. سكت غايل وبعد كده سألها ايه السعر اللي عايزاه مقابل العرض ده من جينيت؟ بصيت له وقالت له 5-5 يعني النص، يرجى دفع نص الارباح لعيلة ريال لمدة نص عام، ولو كان الربح اكتر من الضعف عن المعتاد هيكون نصيب ريال 6-4. سكت غايل وفكر ده مش اقتراح عمل، ده ابتزاز، مستحيل اساسا انها تبدا الصفقه بدون آليا اللي هو اساسا عندي، او ممكن يكون في طريقه لاستيراد آليا من غرب القاره عن طريق ريال، بس ده برضو مستحيل من غيري. بس ابتسم لها غايل وقال لها دي صفقه رائعه، هو معقول الشخص اللي هتكون مضيفه العائله لطيفه جدا كده؟ اتكسفت ارسل وراحت كحت علشان تغير الجو. قالت له ممكن ادير الشركه بالفلوس الممنوحه للمضيفه، ده اقتراح للمنفعة المشتركة بين ريال وجينيت. بس لها غير وفكر رغم انك كنتي خايفة بس رغم كده بتحاولي ما تفقديش فرصة. قال لها غايل ماشي موافق بس في شرط واحد. سألته ايه الشرط؟ مسك غايل الورق وبعد كده حطه قدامها وقال لها لما تيجي تتداولي نكهة آليا لازم ترافقيني واكون معاكي. استغربت ارسل وسألته ايه، وبعد كده قالت له ماشي هعمل كده لو ده اللي انت عايزه. سكت غايل وفكر هي معاها أداة مراسلة مع الصحراء، لو استخدمتها وقررت ممكن تسرب أسرار الجزيرة لبرا، احنا محتاجين نمنع أي حاجة ممكن إنها تشكل تهديد مقدما، بس في الحقيقة ده سبب سطحي هو بس أنا مش عارف ليه مش قادر أبعد عيني عن أرسل. قالت له أرسل ماشي هقولك إزاي تحافظ على آليا المنقولة جوا علشان المجموعة الجاية من آليا. وبعد كده افتكرت ارسل حاجه وقامت فجاه تغرب غايل وفضل متابعها. راحت ارسل مسكت العقد وجابت من على المكتب الحبر علشان يمضوا بيه، حطت ايدها فيه وبصمت على الورقه وراحت اديته له وابتسمت له وقالت له هناخد بتاعه غايل برضو. فضل غايل بصص لها وساكت مش مستوعب، وبعد كده اتبسط. فضل غايل بصص لها وساكت مش مستوعب، وبعد كده اتبسط وضحك وفكر حقيقي مش عارف انا ازاي كده، وراح اخد منها الحبر وحط صباعه فيه وبصم على الورقه وادها لها. وقبل ما ارسل تمشي قالت له غايل صحيح كان عندي اقتراح تاني. قال لها ايه؟ وفكر ايه النوع الصفقه الاحتياليه اللي هتقدميها تاني؟ قالت له ارسل ممكن تجيب روزيتا للجزيره. فكر غايل اكيد كانت قلقانه بعد اللي سمعته عنهم. قال لها مش مهم بس روزيتا هتاخر شويه لان في حاجه محتاجه تنظمها في الفيلا الاول. ردت ارسل انا مش ممانعة انها تتاخر بس انا عايزاهم يفضلوا مع بعض. مسك غايل دماغه وقال لها اعملي اللي انت عايزاه عاجلا ام اجلا هيكون تعيين الافراد ما عدا الفرسان مسؤوليتك. قربت ارسل منه فشال ايده من على راسه وقالت له وهي مبتسمه شكرا ليك كنت عارفه ان غايل هيعمل كده. اندهش غايل لدرجه ان ايده فضلت متعلقه في الهوا كده اندهش غايل لدرجه ان ايده فضلت متعلقه كده في الجو وقالت له ارسل طب انا ماشيه علشان محتاجه ارتاح وخرجت. بس فضل غايل مندهش وساكت وما بيتحركش لحد ما خرجت، وراح اتأثر من كلامها وقال هي قصدها ايه لما قالت اني اكيد هعمل كده؟ بعد ما ارسل عملت صفقاتها الاحتيالية على غايل وغايل عرف وفضل ساكت، هتعمل ارسل ايه تاني؟
وغال اللي كل كلمة بيتقولها بيرتبك فيها، ده هيعمل ايه؟ استنوني في بارتين، مش هتأخر عليكم. باي.